الآن إن شاء الله رح نحكي عن الريدوكس رياكشنز اللي هم عمليات الأكسدة والاختزال اللي هم أخذتوهم بالكيمياء. هدول يعني عمليات اللي هي التفاعلات بتصير بين مركب ومركب، بتتضمن نقل الإلكترونات بين المركبين. ففي مركب يفقد إلكترونات وفي مركب بيكسب إلكترونات، فكل واحد فيهم بنسميه على حسب التفاعل أو طريقة التعامل مع الإلكترونات، إذا كان بيكسبها أو بيفقدها بنسمي هدول التفاعلات ريدوكس رياكشنز اللي هم عمليات الأكسدة والاختزال، وبيشملوا الأكسوديشن اللي هي الأكسدة، والاختزال اللي هي عملية اختزال الإلكترونات. رح نشوف شو. طبعا لما أقول أكسوديشن أكسدة يعني فقد إلكترون، بدنا نحفظ الكلمات هدول. لما أقول أكسيديشن فقد إلكترون، فقد أكسيديشن فيها حرف الدي، أكسدة فقد إلكترونات وزيادة بالشحنة، ماشي الحال؟ زيادة بشحنة المركب الناتج. فمثلا مثال، هاي شوفوا هون حاطط لكم تفاعلين أكسدة، شوفوا هون شحنته صفر، هون صارت زادت زائد واحد، زيادة في الشحنة. وفقد في الإلكترونات، هاي loses electrons، هاي شوفوا، وأكسيديشن هي عملية الأكسدة. عكسها مين؟ الاختزال هي الريدكشن. اختزال حرف الزين وحرف الصاد، زين اللي هي اختزال، وحرف الصاد نقص في الشحنة، هون كانت صفر الشحنة صارت ناقص واحد. واكتساب إلكترونات حرف السين، سين وصاد وزين مع بعض، هون الأكسيديشن كله حرف الدال، أكسدة فقد إلكترونات زيادة بالشحنة، كان صفر صار موجب واحد، هون كان صفر صار ناقص واحد. إذا اختزال نقصان الشحنة، اكتساب إلكترونات. فاكتبوهم عندكم هدول عشان ما تنسوهم. كمان مرة نشوف إيش هم. الأكسيديشن ثلاث دالات، أكسدة بالعربي دال، فقد إلكترونات كمان فيها كلمة فقد يعني losing electrons، فقد دال فيها، وزيادة في الشحنة كمان حرف الدال. هاي ثلاث دالات مرتبطات مع الأكسدة. الاختزال ثلاث أحرف قريبات من بعض اللي هم زين وسين وصاد، زين من كلمة اختزال، وصاد نقصان في الشحنة، زي ما شفتوا الكلور كان صفر صار ناقص واحد، واكتساب سين اكتساب إلكترونات، المركب بيكتسب إلكترونات. من وين إجوا الإلكترونات؟ من المركب الثاني اللي تفاعل معاه. هلا رح نشوف كيف بالضبط. شو بيعرف لنا اياهم الريدوكس رياكشنز، عمليات الاكسيديشن اند ريدكشن؟ The transfer of electrons during chemical reactions، انتقال الالكترونات بين المركبات خلال التفاعل الكيميائي. هذا الانتقال الالكترونات دائما اي شيء فيه انتقال الالكترونات شو بيرافقه؟ بيرافقه انتاج للطاقة، لانها الالكترونات طاقتها عالية، طاقتها الحركية عالية، لما تتحرك وتنتقل بين المركبات يرافق حركتها شو؟ إنتاج طاقة. هاي الطاقة من وين طلعت؟ من نفس المركبات اللي تفاعلت مع بعض، مثلا هون من الـ NA والـ CN، من الـ XE والـ Y، شو ما كان هذا. بس إحنا في عملية التنفس الخلوي تحديدا ما عم نحكي عن مركبات كيميائية عادية، عم نحكي عن مركبات عضوية اللي هم اللي فيهم كربون وهيدروجين وأكسجين، زي حكيناهم الكاربس والله مسلسل محمد، والأكسجين والهيدروجين. هذول الثلاثة إذا كانوا متركزين بمركب بنسمي هذا المركب مركب أورجانيك عضوي. This energy is ultimately used to synthesize ATP. هاي الطاقة بقول لك الطالعة من الإلكترونات تستخدم بالنهاية لصنع الـ ATP. تتذكروا أول شابتر حكينا cellular respiration بيشمل شغلتين، بيشمل breaking down of الكيميكلز اللي هم الأورجانيك مولكيولز، وبشمل سلسلة نقل الإلكترون. لو إجيتكم فرجيتكم صورة هون بآخر الشابتر،
أرجيكم اللي هي عمليات سلسلة نقل الإلكترون اللي بتصير ب إذا في إلها صورة كاملة هون. هاي شايفين أول إشي، هاي كل عملية هاي الصورة يشملكم عملية السلولار ريسبيريشن. أول إشي الجلايكوليسيس، تكسير الجلوكوز، بنتج عندي البايروفيت، بعدين هاي البايروفيت شايفين هاي كلها العضية، هاي الميتوكوندريا، هون برا الميتوكوندريا اللي هو السيتوسول اللي بصير فيه عملية الجلايكوليسيس. بعد البايروفيت اوكسيديشن بنفوت على الكريبس سايكل او سيتريك اسيد سايكل. بعدين في عندي عملية الاوكسيديتيف فوسفوريليشن، هاي عملية الاوكسيديتيف فوسفوريليشن هاي بصير فيها سلسلة نقل الالكترون. وين بتصير سلسلة نقل الالكترون؟ تتذكر لما حكينا على الكريستيا، هاي الطعجات او الثنيات الفولدينجز بنسميها كريستيا تبعت الميتوكوندريا، في على الممبرين هذا الداخلي اللي هو الفوسفوليبيد بايلير في عليه انزيمز، هدول الانزيمز هم المسؤولين عن عملية سلسلة نقل الالكترون اللي هو الالكترون ترانسفير. لو اجينا كبرنا هاي الكريستيا الممبرين الداخلي كبرناها، هيو هذا هو الغشاء. فهون الماتريكس تبعت الميتوكوندريا السائل الداخلي اللي بيكون جوا الميتوكوندريا، وهون الانتر ممبرين سبيس اللي هي المنطقة هاي بين الغشاء الداخلي وبين الغشاء الخارجي. فهدول هم الانزيمز، هدول بصير في بيناتهم نقل للالكترونات من انزيم 1 ل 2 ل 3 ل 4، اخر واحد الخامس اللي هو الاي تي بي سينثيز بصنع لي الاي تي بي. هاي الالكترون ترانسبورت تشين شايفينها سلسلة نقل الالكترون، يتم انتقال المركب من انزيم لانزيم نزولا. يعني شو نزولا؟ ليش بعطيني طاقة؟ فراسم لكم هاي الصورة عشان يعبر لكم، شايفين هاي الفري انرجي للمحور الصادي وهاي اللي هو الانزيمات. فبتصير الطاقة تنزل من 50 ل 30 ل 20، فبتصير بشكل تلقائي لما انا انزل نزولا بالطاقة من الدلتا جي تكون عالية، لما تنزل نزول هذا التفاعل بصير بشكل تلقائي، فبصيروا الالكترونات ينتقلوا بين هدول الانزيمات من انزيم طاقته عالية لانزيم طاقته اقل، فعشان هيك بشكل ايش؟ بشكل تلقائي. مين اللي بنقول للالكترونات؟ في عندي نواقل للالكترونات بنسميهم الناد اتش والفاد اتش 2، رح نحكي عنهم، بس انا هون حكيت لكم بشكل عام بشكل عام عشان نفهم شو هي سلسله نقل الالكترون هاي اللي كنا نحكي عنها، اللي هي بتصير بالانترنال ميمبرين اوف ذا ميتوكوندريا وسميناها كريستيا. بوجود الانزيمز اللي على هذا الممبرين بصير في عندي نقل ل ترانسفير اوف الكترونز بتوين ذيز انزيمز عن طريق نواقل الالكترونات اللي هم ناد اتش والفاد اتش 2. شايفينهم؟ هاي الناد اتش بتحول لناد بلس، الفاد اتش 2 بتتحول لفاد. شايفين شو اسمها؟ الكترون ترانسبورت تشين كابلد وذ كيميو اوسموسيس. الكيميو اوسموسيس رح نحكي عنها، اللي هي اخر عمليه بعمليه انتاج الطاقه اللي هي تشمل انتاج الـ ATP. So هاي عشان افرجيكم كلهم مع بعض، الكيميو اوسموسيس اللي هي انتاج الطاقه بالـ ATP سينتيز، الـ ATP سينتيز اللي هو هذا الانزيم اللي بيصنع الـ ATP وبمساعده الالكترون ترانسبورت تشين. هدول التنين مع بعض بنسميهم اوكسيديتيف فوسفوريليشن، وهي اخر مرحله من مراحل هاي كلياتها العمليه، starting from glycolysis ending with oxidative phosphorylation. كلها هذا المربع كامل اللي هو بصير بالخلية بالسيتوسول وجوا الميتوكوندريا بنسميه عملية السلولار ريسبيريشن. طبعا رح نحكي عن هدول الخطوات كل وحدة ستيب باي ستيب، رح نشرح عنهم، بس أنا شرحت لكم بشكل عام مشان نفهم بس مبدئيا شو هي هاي الإلكترون ترانسبورت تشين اللي هي بتصير بآخر مرحلة من مراحل السلولار ريسبيريشن. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو كان الريدوكس اللي هو الاكسديشن والريدكشن. كنا نحكي اكسده فقد الكترونات زياده في الشحنه، اختزال اللي هي ريدكشن اكتساب الكترونات نقصان بالشحنه. وصلنا هون. The energy is ultimately used to synthesize ATP اللي هو عن طريق الـ ATP synthase اللي فرجيتكم إياه قبل شوي، اللي هو صانع الـ ATP
انزيم زي كيف ال اللهم صل على سيدنا محمد، زي المضخة أو الدينامو، بلف وكل لفة بيصنع فيها ATP، فبنسميه ATP synthase. synthase يعني لما أشوف نهاية إيز هاي معناتها اسم إنزيم، مثلا مالتيز بحطم المالتوز، مثلا سكريز بحطم السكروز، وهكذا. طبعا الإنزيمات في لهم نهايات تانية، ولكن هذا لما أشوف نهاية إيه اس اي اللي هي ايز معناتها هذا انزيم. اي تي بي سينثيز اللي هو صانع الاي تي بي، فرجتكم اياه هلا بالصوره، كان خامس انزيم من الانزيمات الموجودين على الكريستيا اللي هو الفولدد ميمبرين او نفسه الانترنال ميمبرين تبع الميتوكوندريا. طيب نكمل. The principle of ريدوكس يعني مبدأ عمليات الأكسدة والاختزال، بيقول لك طبعا هاد كيمياء بحتة، نفهم بس المبدأ اللي حكيت لكم إياه اللي هو أكسدة فقد زيادة بالشحنة، اختزال نقصان بالشحنة، واكتساب إلكترونات سين وصاد وزين. chemical reactions that transfer electrons between reactants are called oxidation reduction reactions، يعني التفاعلات الكيميائية اللي بصير فيها انتقال الإلكترونات بين أفراد هاي المتفاعلات شو بنسميهم؟ يا إما بسميهم oxidation reduction reactions، أو اختصروا هذا الاسم مع بعض بدل ما يحطوا الكلمتين سموها redox. ري من reduction، قصدي ريد من reduction، وأوكس من oxidation، صاروا مع بعض redox، دمجوهم يعني. بهدول الريدوكس reactions the loss of electrons from a substance is called oxidation، يعني فقد الإلكترونات شو بنسميه؟ أكسدة. addition of electrons اللي هو فقدان الإلكترونات بنسميها oxidation. اكتساب addition يعني اكتساب الإلكترونات لمادة معينة بنسميها شو؟ عملية الاختزال. فإيش بصير بالpositive charge؟ تختزل. The amount of positive charge is reduced، تختزل. عشان هيك بصير في عندي إيش؟ نقصان بالشحنة، اختزال للشحنة، وبنفس الوقت اكتساب للإلكترونات. هلا أنا لما أكتسب إلكترون تنقص الشحنة، ليش تنقص الشحنة؟ لأنه الإلكترون شو شحنته؟ سالبة، فبتنقص الشحنة، بتكون موجبة بتصير سالبة لأنه إجاها إلكترونات زيادة المادة. فمثلا هون NaCl كانوا ملح مع بعض، لما أدوبهم بالمي بنفصلوا ل Na بلس و Cl ماينس. شو صار؟ ال Na صار له أكسدة، فقد إلكترون. لمين أعطاه؟ أعطاه للكلور. الكلور لما اكتسب الإلكترون becomes reduced، شو صار له؟ اختزل، يعني عكس بعض. ال becomes oxidized، اللي becomes oxidized اللي بصير له أكسدة بيكون هو إيش ماله؟ عامل مختزل، اختزل الكلور. واللي becomes reduced اللي صار له اختزال بيكون هو عامل مؤكسد للتاني، فعكس بعض. أكيد هذا الحكي أخدتوه بالكيمياء بتفصيل، ما بدي أجي أنا أشرح أعيد كيمياء إنه أنا مش تخصصي كيمياء. احنا قلنا بس بدنا نفهم المبدأ تبع الريدوكس اللي هو في عندي نقل للإلكترونات بين المواد المتفاعلة، والمادة الفاقدة للإلكترونات بنسميها اتأكسدت، المادة المكتسبة للإلكترونات بنسميها اختزلت becomes reduced. نفس الشيء هون حاطط لكم بس باختلاف عنصرين XE minus plus Y بتعطينا X زائد YE minus، نفس الشيء. Oxidation and reduction always go hand in hand. شو يعني go hand in hand؟ يعني بيصيروا بالترافق مع بعض. يعني مجرد ما عندي مركب بالتفاعل صار له أكسدة، معناته في إيش؟ في واحد تاني مقابله صار له اختزال، والعكس صحيح. تمام؟ طيب. The electron donor اللي هو اللي بيعطي الإلكترون is called reducing agent، اللي هلا حكيت لكم إياها. اللي becomes reduced هو عبارة عن oxidizing agent، اللي becomes oxidized
اللي هو هذا الاكس اي عبارة عن reducing agent، عامل مختزل. مختزل لمين؟ للواي، عشان هيك الواي شو صار له؟ becomes reduced. طيب وال becomes oxidized صار له أكسدة، وتأكسد ل اكس. إذا هو عامل مختزل لمين؟ لهذا. وهذا الواي عامل مؤكسد لمين؟ للاكس اي اللي صار له اختزال، يعني اللي وقع عليه فعل الاختزال بيكون للمتفاعل معه عامل مؤكسد، عكس العملية اللي صارت له. أكيد هذا أخذتوا الحكي بالكيمياء، قلنا بس هاي مراجعة للمعلومات ولكن بالإنجليش. طيب oxidation and reduction always go hand in hand، حكينا هاي وقلنا إنه الإلكترون دونر is called reducing agent، it reduces the electron acceptor، والعكس الصحيح the electron acceptor is called the oxidizing agent which oxidizes the electron donor، زي ما شرحت لكم إياها هلا على الصورة. إذا اللي صار له oxidation يعتبر إيش؟ becomes oxidized، معناته هو reducing agent لمين؟ للCl، والCl becomes reduced معناته هو إيش؟ oxidizing agent. oxidizing agent for whom؟ for ال Na، وهكذا. Instead of fully transferring electrons, some redox reactions change electron sharing in covalent bonds. يعني بدل ما ينقلوا الإلكترونات بيعملوا مشاركة لهاي الإلكترونات، بدل ما ينقلوها من عنصر لعنصر اللي هي بالرابط التساهمية. الأكسجين أتومز ار فيري إلكترونيجاتيف، they attract electrons and don't share them equally. يعني هاي بالنسبة للعناصر اللي كهروسلبيتها عالية زي الأكسجين، بيقول الأكسجين أناني، بفضل إنه بيجذب الإلكترونات زي المغناطيس، بيجذب الإلكترونات من العناصر التانية وما بفضل يعطيها، بس بسحب الكترونات، عشان هيك شو بسموه؟ اوكسيدايزنج ايجنت، مؤكسد، عشان هيك بسموه عملية التنفس الخلوي كلياتها ايش بسموها؟ اوكسيديشن، فيها جزء اوكسيديشن، هي من ضمنها مثلا البايروفيت اوكسيديشن بتصير بوجود الاكسجين. طيب إذا لأنه الأكسجين الكهروسلبية له كتير عالية، هو they attract الإلكترونز، بسحب الإلكترونات من العناصر اللي بتفاعل معها وما بحب يشاركها بشكل متساوي، يعني أناني، بيسحب الإلكترونات وبيخليها عنده، عشان هيك شو بنسميه؟ عامل مؤكسد قوي. The partial gain of electrons by O atoms and the partial loss of electrons by their bonding partners constitutes a redox reaction. يعني هذا التشارك بين الأكسجين، ولكن إنه إيش؟ بسحب الإلكترونات حوله أكثر، بنسميهم شو هدول؟ جذب الإلكترونات حوله أكثر وعدم بشكل جزئي أكثر. يعني إيش؟ يعني الأكسجين بضله، بس مثلا هون كان لحاله، شو بعمل؟ تفاعل مع الكربون، ماشي؟ لما تفاعل مع الكربون شوفوا كيف الإلكترونات جذبهم لجهته أكثر، حتى لو إنها رابطة تساهمية. الإلكترونات أوكي مستفيدة منهم الكربونة، بس هم طلعوا كيف؟ مسحوبين لجهة الأكسجين أكثر. يعني شو؟ يعني مش في عندي بالعنصر مدارات اللي بلفوا فيها الإلكترونات زي الشمس، كيف الكواكب بلفوا حولها؟ نفس الشيء الذرة بلفوا حولها الإلكترونات. فالأكسجين بيضلوا الإلكترونات بيحبوه، لأنه الكهروسلبية له عالية، بيضلوا الإلكترونات يلفوا حولها
مثلا لو قسمنا الوقت 24 ساعة اليوم، مثلا معظم الوقت بيكونوا ملزقين بالأكسجين، وقت قليل جدا بيجوا عند الكربون، عشان هيك بنسمي الأكسجين عامل مؤكسد قوي. فطلعوا كيف الإلكترونات مقربين على الأكسجين أكثر من ما مقربين على الكربون. هون لأنهم تنين أكسجين، شوفوا كيف بالنص بالضبط، لأنهم التنتين أكسجينات فبالوسط. هون مثلا شايفين H2O مقربين الإلكترونات على الأكسجين أكثر ومبعدين عن الهيدروجين، في رابطة بس رابطة ضعيفة. فإيش الإلكترونات بضلهم ملزقين بالأكسجين أكثر مما هم بدوروا حول الهيدروجين. هاي بنسميها partially negative charge، اللي هي شبه إنها أيونية كاملة. partially negative يعني شحنة جزيئية سالبة، وعلى ال H بتكون عندي partially positive، عشان هيك الماء شو ماله مركب قطبي، زي إنه زي كأنه إله قطبين، القطب السالب اللي هو من عند جهة الأكسجين، والقطب الموجب اللي من عند جهة الهيدروجين. ولكن شو مالها هاي الشحنة؟ مش كاملة أيونية، بنسميها partially لأنه يعني جزئية بعلم الكيمياء. أوكي، إذا الأكسجين شايفين عنصر مؤكسد قوي، oxidizing agent، عامل مؤكسد. شو عمل عامل مؤكسد؟ إذا شو صار له؟ صار له اختزال. طيب العامل المختزل اللي هو reducing agent شو صار له؟ becomes oxidized، صار له أكسدة. فهون تفاعل بين الميثين والأكسجين بينتج لنا الكربون ديوكسيد وإنرجي والووتر اللي هو حرق غاز الميثان. تمام، نفس الإشي بالخلية، حرق غاز حرق عفوا الجلوكوز بوجود الأكسجين بيعطيني طاقة و CO2 ووتر وإنرجي. ولكن شو بصير جوا الخلية؟ وشو المادة اللي هي المادة الخام؟ هي الجلوكوز. فبدنا نفسها هاي نطبقها على الجلوكوز. The partial gain of electrons by O atoms and the partial loss of electrons by their bonding partners constitutes a redox reaction. هذول الفقد الجزئي والكسب الجزئي للإلكترونات بين المتفاعلات بيشكلوا لي constitutes، يعني يشكل تفاعلات الأكسدة والاختزال. For example, electrons aren't completely transferred in the redox reaction between methane and O2 زي ما فهمتكم. هلأ بيكونوا الأكسجينات مقربين أكثر على الأكسجين. aren't completely transferred يعني رابطة تساهمية، يعني الأكسجينات ما بيروحوا كلهم للكربون بشكل كامل وما بيروحوا للأكسجين بشكل كامل، لا بضلهم بيناتهم. aren't completely transferred يعني مش بشكل كامل، بضلهم يسبحوا بالمدارات تبعونهم التنتين، ولكن بشكل أكبر بيكونوا ملزقين قلنا بالأكسجين. ليش بشكل أكبر بالأكسجين؟ هيك الأكسجين هيك طبيعته من الله، بنسميها الكهروسلبية إله عالية، الإلكترونيجاتيفيتي، يعني بحب يسحب الإلكترونات لإله، قوته على قدرته على سحب الإلكترونات لنحوه أكثر أكثر من عناصر تانية. هو والنيتروجين نوفا اللي هم أخذتوهم بالتوجيه، نوفا نيتروجين والأكسجين والفلور، وهدول الثلاث عناصر الكهروسلبية إلهم عالية. ماشي الحال، بيعملوا لي اسم نوفا، N نيتروجين O أكسجين F فلور، هدول شو مالهم؟ الكهروسلبية إلهم عالية. طيب an electron loses potential energy when it shifts from a less electronegative atom toward a more electronegative one. يعني بقول لك مثلا هون لما الإلكترونات راحوا من الكربون للأكسجين شو مالهم؟ بيفقدوا من طاقتهم الوضع، مثلا لما راحوا من عند الكربون للهيدروجين. redox reaction that move electrons closer to electronegative O atoms release energy. فالتفاعلات الأكسدة اللي بتصير بالخلية بتعتمد على هاي النقطة، إنه بتصير تنقل الإلكترونات من مركب عالي الطاقة لمركب أقل منه طاقة، وبصير التفاعل شو ماله؟ بصير بتلقائية، يعني بحدث بسهولة.
oxidation of organic fuel molecules during cellular respiration. بس خليني أشوف هون. بقول لك هلا بدنا نطبق هاي عمليات الاكسده الاختلال على الخليه. oxidation of organic fuel molecules during cellular respiration. during cellular respiration fuel molecules such as glucose are oxidized and O2 is reduced. طيب بما انه ال O2 is reduced اذا هو ايش؟ oxidizing agent. مين اكسد؟ اكسد الجلوكوز. organic molecules with an abundance of hydrogen are excellent source of a high energy electrons. هلا بما انها مركبات عضويه كلها زي الجلوكوز زي الليبيد زي البروتينز كلها فيها هيدروجينات كتير، لما يكون في عندها هيدروجينات كتير معناته الاكسجين شو ماله بس ياكسدها بما انه قوته عاليه على كسب الالكترونات، شو ماله بسحب الالكترونات بشكل كبير. فبما انها فيها كتير هيدروجينات بسحب الالكترونات من هاي الهيدروجينات الاكسجين، وبما انها فيها كتير هيدروجينات معناته راح يصير عندي عمليات سحب كتيره للإلكترونات، معناته تعتبر هي مصدر كبير للطاقة هاي إنرجي إلكترونز، لأنه إيش فيهم كتير هيدروجينات، والهيدروجينات مين اللي بده يسحبهم زي هاي مثلا؟ بده يسحبهم الأكسجينات. فإيش فبما إنه فيهم كتير هيدروجينات معناته رح نشوف كتير من هذا O وحولها H، أي إلكترونات بسحبهم الأكسجين بيلزق فيهم. فبما انهم عندهم كتير سي وكتير اتش معناته هم يعتبروا مصدر كبير للطاقة. Cellular respiration is a redox process. Energy is released as hydrogen and electrons are transferred to O2 atoms. الالكترونات بنتقلوا للأكسجين. فهي شايفين اللي جلوكوز becomes oxidized والأكسجين becomes reduced وعمل عمل oxidize هو oxidizing agent for the glucose. So الجلوكوز بتحول ل CO2 بلس H2O و بلس انرجي اللي هي ال ATP زائد هيت. ال O2 شو صار له؟ صار له اختزال، وبنفس الوقت بما انه becoming reduced معناته هو oxidizing agent for glucose. يعني لو جبت لكم هاي المعادلة وحكيت لكم حددوا لي مين ال oxidizing agent ومين ال becomes reduced ومين ال becomes oxidized لازم تكونوا عارفينها. دائما الاكسجين هو قدرته على الاكسده اكثر فهو اوكسيدايزنج ايجنت. بنفس الوقت شو صار له؟ بيكمز ريديوسد. الماده الثانيه اللي معاه بتكون العكس، هي ريديوسنج ايجنت وبيكمز اوكسيدايزد. فهاي لازم تكونوا عارفينها. The oxidation of glucose transfers electrons from a higher energy state in glucose to a lower energy state with O atoms. يعني بتنتقل الإلكترونات من الطاقة العالية اللي بتكون فيها بالجلوكوز للطاقة القليلة، عشان هيك بصير التفاعل بشكل تلقائي. This releases energy that is be used to synthesize ATP. هاي انتقال الإلكترونات من مركب طاقته عالية لمركب طاقته أقل زي الدرج اللي فرجتكم إياه قبل شوي، بيرافقها إنتاج الـ ATP أو تستخدم لصنع الـ ATP. هلأ حكينا بدها تنتقل الطاقة من مركب فيه ATP كتير أو مركب طاقته عالية لمركب طاقته أقل، مين اللي بده طب ينقل الإلكترونات؟ اللي هم نواقل الإلكترونات بنسميهم إلكترون ترانسبورترز، اللي هم الناد والفاد، نيكوتين دايأمين والفاد. رح نشوفهم شو هم، الناد بلس والفاد H2، هدول هم نواقل الإلكترونات اللي بينقلوا الإلكترونات من المركبة. So بيقول لك stepwise energy harvest by a NAD plus and the electron transport chain. يعني الطاقة بتم حصادها عن طريق مين؟ عن طريق نواقل الإلكترونات اللي هم الناد بلس والإلكترون ترانسبورت chain. So in cellular respiration, glucose and other organic molecules are oxidized in a series of steps. يعني سلسلة من التفاعلات. Each electron travel with a proton, thus as hydrogen atom. يعني كل إلكترون برافقه إيش؟ برافقه نقل هيدروجينه. يعني هاي مثلاً، أفرجيكم شغلة عشان تفهم. هاي الهيدروجينة
لما انتقلت من يعني فلتت عن ال CH4 وتحول ال CH4 لل CO2 والهيدروجينات وين راحوا تبعونها؟ تفاعلوا مع ال O وشكلوا لي H. كل هيدروجين بنتقل برافقه إلكترون، فالإلكترون بنتقل للأكسجين بقرب عليه أكثر، شو يرافقه؟ البروتون اللي هو هذا الهيدروجين. عشان هيك شو مسمين لكم هون، كل بروتون كل إلكترون بنتقل شو بيرتقل معاه؟ بروتون اللي هو ال H H بلس. H بلس بيكون معاه إلكترون، H بلس بيكون معاه إلكترون، فاس هيدروجين أتوم اللي هي شو البروتون. بروتون هو نفسه الهيدروجين أتوم، شو بيرافقه؟ نقل الإلكترون واحد. هيدروجين أتومز ار يوجوالي فيرست باست تو إلكترون كاريرز، يعني وين بنتقلوا؟ يعني عبر شو بمروا؟ عن عبر نواقل الإلكترونات rather than directly to O2. يعني الإلكترونات اللي بتنتقل مع الهيدروجينات هاي تكون مخزنة بالغذاء، وين بيروحوا؟ لنواقل الإلكترونات. مين هم؟ هلا رح نشوفهم، اللي هم ناد بلس وفاد اتش 2. هيهم نيكوتين أدينين، نيكوتيناميد أدينين داي نيوكليوتايد. نيكوتيناميد داي نيوكليوتايد، نيكوتين أمايد من حرف الـ N، والـ A أدينين، وداي نيوكليوتايد فيه نيوكليوتيدتين. is a coenzyme مرافق إنزيم that functions as an electron carrier. إذا شو من نواقل الإلكترونات؟ الناد بلس، اكتبوا كمان زائد هون جنبها الفاد H2. as an electron acceptor اللي هو مستقبل للإلكترون، بما إنه بده يحمله معناته بده يستقبله. الناد بلس لما بده يحمل الإلكترون شو يعني بده يحمله؟ بده يرتبط فيه، بده يستقبله. functions as an oxidizing agent during cellular respiration. هلا بنشوف كيف each NAD H the reduced form of NAD plus، يعني بضله NAD plus يتحول لNAD H لما مسك بال H بالمعية. احنا حكينا كل بروتون يعني كل H بيكون معاه إلكترون، فبما إنه مسك بالبروتون معناته بمين مسك بالمعية؟ معاه مع بروتونه، مع إلكترونه عفوا. represents stored energy that is tapped to synthesize ATP. بقول لك هدول النادات بلسات والفاد H2 كمان بضلهم يجمعوا الهيدروجينات، يلقطوهم ويلقطوا بإلكتروناتهم، بجمعوهم لآخر مرحلة بالسيلولار ريسبيريشن اللي شفتوها اللي فرجيتكم إياها اللي هي بهاي الصورة. خليني أفرجيكم الفكرة عشان ما نضلنا نرجع لها. هذه اللي هي سلسلة نقل الإلكترون، شايفينها هاي؟ سأعملكم شير مشان تتذكروها. هلا شوفوا، هاي حكينا هاي الصورة اللي هي بتشكل كل عملية السيلولار ريسبيريشن، تشمل طبعا هاي الخلية كلها، هون السيتوسول وهون هاي الميتوكوندريا. بالسيتوسول بتصير عندي عملية الجلايكوليسز، نواتجها البايروفيت، هاي الجلايكوليسز بايروفيت بفوت على بصير له بايروفيت اوكسيديشن، بعدين بتصير عندي عملية الكريبس سايكل، بعدين الالكترون ترانسبورت شين. هاي الالكترون ترانسبورت شين هون ببلشوا، طبعا هون كمان في ناد اتش وفاد اتش 2، هون ببلشوا ينقلوا لي الالكترونات، اكثر اشي بتكون هون موجودة. هاي مثلا هون electrons carried via NAD H، وهون كمان electrons carried via NAD H and FAD H2، بضلهم NAD H يجمعوا بهالالكترونات لآخر عملية. هاي آخر عملية الصغيرة اللي هي الالكترون ترانسبورت شين وال ATP synthase اللي هي هذه اللي بتكون وين؟ على السطح الداخلي الفولدد الكريستيا. فهذا هو مكبر، هيو السطح الداخلي، هذا الفوسفوليبيدز هدول هم نفسه قطعة من هاد، بيكون عليها الإنزيمات الخمسة هدول، 1 2 3 4، الخامس اللي هو الـ ATP synthase. كلهم الإلكترونات بتجمعوا لهاي المرحلة، بس يتجمعوا بيصيروا بينقلوا للهيدروجينات من الماتريكس اللي جوا الميتوكوندريا
الوسائل بداخل الميتوكوندريا للفراغ اللي هون اللي بينات الانترنال ممبرين والاكسترنال ممبرين. بس يطلعوا الهيدروجينات كلهم لبرا، شو بصيروا؟ بحفزوا، بإيش بيعملوا؟ بخلوا هذا الـ ATP سينتاز اللي هو آخر واحد نشوفه، بجيكم اياه اذا مبين هون. هاي 1 2 3 4، هيو هذا اللي هو مبين طرفه الاي تي بي سينتاز الخامس. هذا هو، شايفين كيف الهيدروجينات اتجمعت هون؟ وهدول عبارة عن انزيمز اللي هم بروتونز بام، بتطلعوا الالكترو البروتونات هدول من داخل الماتريكس من جوا الميتوكوندريا من هون للانتر ميمبرين سبيس. هيو الانتر ميمبرين سبيس اللي هو الفراغ بين الغشاء الداخلي والخارجي. لما يصير في عندي تركيز كبير للبروتونات هون، بصيروا قادرات على انهم يحركوا هذا التوربين، هذا زي مولد يلف، كل لفة بلف فيها بنتج لي الطاقة. زي مبدأ اللي هو النقل، لما يصير تركيز هون عالي وهون تركيز الهيدروجين قليل، بعد ما هدول طلعوا لي اياهم من جوا لبرا للانتر ميمبرين سبيس، فبصيروا هون عالي. لما يصير تركيزهم عالي بالمعية بنتجوا لي هون، بحركوا لي التوربين تبع اللي هو الاي تي بي سنتزي وطرفه مبين هذا، اللي هو بنتج لي مين؟ بنتج لي الطاقة. هاي شايفين هون الالكترون ترانسبورت تشين عن طريق مين؟ مين اللي بيحملهم؟ مين بيعملهم ترانسبورت الالكترونات؟ الناد اتش والفاد اتش 2، بجمعوهم كلهم. لايش تستخدم طاقتهم؟ لاخراج البروتونات من الماتريكس اللي هي هون للانتر ممبرين سبيس. هاي شايفين هذا السطح الخارجي للميتوكوندريا وهذا السطح الداخلي. لما يصير تركيزهم هون كتير عالي الهيدروجينات، بصيروا قادرات انهم يلفوا هذا، هذا زي لف، زي بلف الـ ATP سينتيز مصنع، كل ما يلف زي كأنه مصنع. كيف الرايبوسوم كان يصنع البروتين من النيوكليوتايدز اللي على شريط الـ mRNA، هذا كل ما يلف بتدخل هيدروجينة وهي داخلة بتصنع معها ATP، فزي مولد الـ ATP بنسميه الـ ATP سينتيز، وهو الإنزيم الخامس بالإنزيمات اللي بيكونوا بعملية الأكسيداتيف فوسفوريليشن، هذه اللي هي آخر مرحلة من مراحل السيلولار ريسبيريشن. هذا الحكي رح نحكيه بالتفصيل، بس أنا بنط لكم عليه كل شوي مشان أفهمكم الفكرة من نواقل الإلكترونات، وظيفتهم ينقلوا لي الإلكترونات لآخر مرحلة. إذا الناد اتش والفاد اتش 2 إذا شو وظيفتهم؟ represents stored energy. هاي الـ stored energy وين بتكون مخزنة؟ بالإلكترونات اللي مرتبطات مع البروتونات هدول، فهم اللي بيعملوا لي عملية إنتاج الطاقة. فزي كأنهم لما كل ما يمسكوا ببروتون لما يكون ناد بلس، بس يمسك مع ناد اتش هيك لقط بروتون، في آلاف منه هذا بالميتوكوندريا، كل ما يمسك معناته مسك بروتون، والبروتونات حكينا بآخر مرحلة بالإنزيم الخامس الـ ATP سينتاز تستخدم لشو؟ تستخدم لتحريك الـ ATP الـ ATPase هذا، وبتنتج من الـ ATPase اللي هو الـ ATP. طيب enzymes called dehydrogenases remove a pair of hydrogen atoms, two electrons and two protons from the substrate. شو الإنزيم اللي بشيل الإلكترونات من المادة الغذائية؟ بنسميه dehydrogenase. دي إزالة، دايما dehydration إزالة الماء، dehydrogenase إزالة الهيدروجين. من وين بسحبه؟ من الأكل مثلا، من الجلوكوز مثلا، من الليبيد، من البروتين. وين بيوديه؟ بيوديه على مين؟ على الناد بلس عشان يمسكه، عشان هيك اسمه دي هيدروجينيز. بيقيم الهيدروجين من الأكل وبعطيها لمين؟ للناد اتش اللي هو ناقل الإلكترون أو الفاد اتش. The two electrons and one proton is transferred to ناد بلس forming ناد اتش. كان ناد بلس مسك بمين؟ بالاتش وراحت منه الشحنة الموجبة.
The other proton is released as a hydrogen ion into surrounding solution بالسوليوشن المحيط بالمادة. وهي حاطت لكم هاي الصورة، مثلا هذه هاي النادي بلس، شايفين تركيبه نيكوتين أمايد أدينين داي أمين، هاي وهذا كل تركيب النادي بلس. بمسك إيش؟ بهيدروجينتين. من وين مصدرهم؟ من الأكل. هاي مثلا هون حاطت لكم تفاحة، شو ما كان نوع الأكل، تفاحة ولا خبزة ولا دهن ولا بروتين، شو ما أنت أكلت، بس يتكسر هذا الأكل النادي بلس بتمسك بهيدروجينتين. طيب شو مصيرهم؟ بوساطة إنزيم الدي هيدروجينيز، هذا النادي بلس أخذ الهيدروجين من الأكل تنتين، واحدة بتمسك فيه عشان هيك صار ناد اتش، والتاني بضلها لحالها. طب الإلكترونات تبعون كل بروتونة شو مالهم؟ بتخزنوا، هدول بتخزنوا بالناد اتش عبين ما يوصل لآخر سلسلة. فهاي التفاعل، هاي مثلا هذا فود زائد ناد بلس بوساطة إنزيم الدي هيدروجينيز. ليش سميناه دي هيدروجينيز؟ بده يشيل الهيدروجين من الأكل ويعطيه لمين؟ للمستقبل، اللي هو حكينا عنه ناقل الإلكترون. ليش ناقل الإلكترون؟ أخذ الهيدروجينات ارتبط بوحدة والبروتونة ظلت تسبح بالسائل اللي هو جوا الخلية. والبروتونات شايفين تنين إلكترونز، وهيهم تنين إلكترونز وين فاتوا؟ فاتوا عليه، ضلوا ماسكين فيه، زي كيف الأكسجين بيضلوا ماسك بالإلكترونات ويضلهم يلفوا حوالين. نفس الشيء هاي النادي بلس بتحب الإلكترونات، بيمسكوا فيها، بضلها ماسكيتهم عبين ما نوصل لآخر سلسلة، سلسلة نقل الإلكترون. بسلموها لمين؟ بسلموها للإنزيمات الخمسة، مشان ينقلوا لي البروتونات لا من الماتريكس للإنتر ممبرين سبيس، مشان يحرك لي مضخة الاي تي بيز اللي هي مضخة توربين اللي بيولد لي الاي تي بي. If NAD H transferred electrons directly to oxygen, energy would be released in one explosive reaction. Instead بيقول لك إذا بده ينتقل الإلكترونات من الأكل مباشرة للأكسجين بصير في انفجار بالخلية. هيو the energy would be released in one explosive reaction. Explosive reaction يعني إن بصير في إطلاق، لا يعني زي كأنه بدل ما الطاقة تطلع من الأكل بشكل كامل، يعني كلهم مرة واحدة الهيدروجينات ينتقلوا للأكسجين بشكل مباشر، زي كأنها الناد اتش بتقسمهم على مراحل، أول إلكترونين مع بعض، ثاني إلكترونين مع بعض، فبتقسمهم بتجزئهم عشان بدل ما يكونوا مرة كومة واحدة. الخلية ما بتستحمل هالإطلاق الكبير من الإلكترونات مع بعض، يعتبر مفجر للخلية. The energy would be released in one explosive day. Instead, cellular respiration uses an electron transport chain. سلسلة بتقسمهم to break the fall of electrons، يعني بالتدريج بصير الإلكترونات ينتقلوا للأكسجين. بدل ما ينتقلوا من الأكل للأكسجين مباشرة، شو بخفف هاي من اللود تبعهم؟ الناد بلس بخفف من اللود تبعهم، فبصير العملية مجزأة. Instead, cellular respiration uses an electron transport chain to break the fall of electrons، يعني اللي هي ذهاب الإلكترونات هاي للأكسجين، into several energy releasing steps. بدل ما تكون خطوة واحدة مباشرة من الغذاء للأكسجين، الإلكترون كارير بيقسمهم على مراحل. شو هي هاي المراحل؟ بنسميها electron transport chain. Consists of a series of molecules built into the inner membrane of the mitochondria، اللي هو الغشاء الداخلي للميتوكوندريا، أو the plasma membrane of the prokaryotes. إذا عملية الالكترون ترانسبورت بالخلايا الحقيقية النواة بتصير بالإنر ممبرين أوف ذا ميتوكوندريا، وبالخلايا البروكاريوتس على البلازما ممبرين الخارجي لإلها. فهاي الفكرة، إنه بقول لك إذا إذا صار في انتقال للهيدروجينات اللي بالأكل للأكسجين مباشرة، طلعوا شو بصير، في انفجار بالطاقة، الخلية ما بتتحمل وبتنفجر. بينما أنا بسلسلة نقل الإلكترون بمراحل بعملها controlled release of energy، عن طريق مين اللي بيعمل لي controlling؟ اللي هو الناد اتش، هون مخربطين فيها، ناد اتش بدل ناتش اد، ناد اتش والفاد اتش 2 بخففوا
ما بيخلوها تنزل مرة واحدة كل الهيدروجينات الأكل مرة واحدة، لا، على مراحل، ستيب باي ستيب. فهيك بتصير الـ ATP تطلق بكميات معقولة بتقدر الخلية إنه تتحكم فيها. فهون السيلولار ريسبريشن، هون uncontrolled reaction اللي هو تفاعل غير مسيطر عليه. مين اللي بيسيطر لي عليه وبيخليه على شكل مراحل؟ اللي هم الناد اتش، هدول نواقل الالكترونات. سو ناد اتش باسز الكترونز، بمرقهم، بحملهم تو الكترون ترانسبورت تشين اللي فرجيتكم اياها قبل شوي، اللي هي هادي كمان مره مشان ما ننساها، اللي هي هذه الالكترون ترانسبورت تشين. هاي بتكون باخر مرحله من المراحل، بسبقها كثير عمليات، عشان هيك اسمهم ستيبس، مراحل. اولها الجلايكوليسيس بتصير بالسيتوسول، بعدين انتاج البايروفيت، البايروفيت بفوت على الميتوكوندريا، بتصير عندي الكريبس سايكل، بعد الكريبس سايكل اللي هي هاي سلسلة نقل الالكترون، اخر اشي بتكون اخر اشي اللي هي الالكترون ترانسبورت تشين. بعدين الاي تي بي سينثيز، اللي هو شايفين كل الهيدروجينات بتجمعوا هون، بس يتجمعوا بتستخدمهم الاي تي بي سينثيز، اللي هو هذا الانزيم بصير يلف، مع كل لفة بنتج لي ايش؟ بنتج لي الـ ATP، اللي هو إحنا هذا هدفنا النهائي. طيب so NAD H passes electrons to the electron transport chain where they are transferred in a series of redox reaction. بيدخلوا بمراحل اللي هلأ فرجيناكم إياهم، اللي هم الجلايكوليسيس، بايروفيت أوكسيديشن، كريبس سايكل وما إلى ذلك، each releasing a small amount of energy. بجزئها، بدل ما تطلع بشكل كامل مرة واحدة، شو بيعمل؟ بجزئها على مراحل، عشان هيك سموها electron transport chain، سلسلة، كل مرة شوي تأتي، كل مرة شوي 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 شوي. فهيك الخلية شو مالها؟ بتتحمل، بيكون controlled، مسيطر عليه. هذا الحكي بصير بالخلية. O2 the final electron acceptor، مش حكينا بدل ما ننقله بشكل واحد مرة واحدة، آخر إشي بيجي الأكسجين، بستقبل كمية بسيطة اللي ضلت آخر مرحلة، عشان هيك بنسميه final electron acceptor. captures the electrons and hydrogens and hydrogen nuclei and weta forming ال H2O. عشان هيك من نواتج التنفس الخلوي ال H2O. كيف؟ آخر مرحلة هون، بفرجيكم إياها بالصورة كمان مرة، هون شايفين بالإنزيم الرابع بيكون موجود الأكسجين هون عندي بالماتريكس تبعت الميتوكوندريا، بيرتبط مع اتنين من البروتونات، فبيعمل لي ال H2O. فعشان هيك بنسميه final electron acceptor. طب مين ال starting electron acceptors؟ اللي هم هدول الناد اتش والفاد اتش 2 اللي حكينا عنهم قبل شوية، اللي هم نواقل الالكترونات. طب ليش ما صار كمان مرة، ليش ما صار نقل مباشر للأكسجين طالما إني آخر إشي بدي أنقله للأكسجين؟ قلنا إذا صار نقل مباشر شو بصير عندنا؟ انفجار بالطاقة، بتحرير الطاقة، فما بتتحمله الخلية، بيكون uncontrolled. أنا بدي إياش زي هاي الفكرة، ليش ما دغري الأكسجين استقبلهم كلهم مرة واحدة؟ ما بزبط، لأنه بيكون كمية هائلة من الهيدروجينات بتعمل انفجار، الانفجار هذا الخلية ما بتستحمله. instead بدل هيك بتصير العملية اللي هي الكنترولد عن طريق مين؟ بخففوا، بجزئوا البروتونات اللي بيكونوا مخزنات بالغذاء، كل مرة شوي، كل مرة اثنين، كل مرة اثنين، كل مرة اثنين، لحد ما يوصل آخر إشي بيضل له بس الأكسجين، بيضل له بس اثنين، بس بروتونين. وعشان هيك بنسميه فاينل إلكترون أكسبتر، المستقبل الإلكترونات الأخير. هاي كتير مهمة الـ O2، ممكن أجيب لكم إياها سؤال، مين هو الفاينل إلكترون أكسبترز which captures the electron and hydrogen nuclei forming H2O، اللي هو مين؟ اللي هو الأكسجين، مستقبل الإلكترونات النهائي. The energy yielded is used to regenerate the ATP. الطاقة المنتجة لإيش تستخدم؟ لإنتاج الـ ATP، زي الـ ATP synthase اللي شفناها قبل شوي. نوقف بهذه المحاضرة لهون، المرة الجاي بنبلش بالـ stages of cellular respiration، بلش نحكي عن الـ glycolysis و stearic acid cycle اللي شفناهم بالصورة، وبفرجيكم إياهم وحدة وحدة إن شاء الله. إن شاء الله بنكمل بالمحاضرة الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.